وضع وزير النقل هشام عرفات حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهري بمحافظة قنا، وأكد عرفات أن الميناء يدخل ضمن مخطط الوزارة لإنشاء موانئ نهرية بكل من سوهاج وأسيوط لتشجيع حركة النقل النهري من الصعيد إلى شمال الوادي والعكس، مشيرا في الوقت ذاته لأن إنشاء هذه الموانئ سيؤدي إلى انخفاض كلفة النقل إضافة إلى تخفيف التكدس على الطرق وخفض مستويات التلوث الهوائي.